البرلمان في الدول اللي كتحترم راسها معروف بانه كيخرج القوانين لتحسين مستوى عيش المواطنين ديال ديك الدول. البرلمان في الدول المتمدنه معروف بانه تيخرج القوانين اللي كتحمي الصناعه الوطنيه وكتحمي المقاولات ديال ديك الدول. والبرلمان في الدول اللي عندها النفس والناس فيها عندهم الكبد على بلادهم وعلى الوطن ديالهم تيخرج القوانين باش كتوزع الثروه بشكل منصف على المجالات الترابيه وعلى الفئات المجتمعيه. في المغرب لا، الوظيفه ديال البرلمان حنا هو انه وكر ديال الفساد وديال المفسدين، والدليل هو انه مؤخرا بينا بالحجه والارقام 10% من البرلمانيين متابعين او محاكمين او مدانين بقضايا ديال الفساد والافساد. يعني هذا برلماني او قيادي حزبي متهم بالتجاره في المخدرات، هذا برلماني وقيادي حزبي متهم بخيانه الامانه، هذا برلماني وقيادي حزبي متهم باختلاس المال العام، هذا برلماني وقيادي حزبي متهم بخيانه الامانه والنصب على الناس واصدار شيكات بدون رصيد. واليوم يعني ما قدهم فيه زادهم فيه فضيحه اخرى تنضافوا الى شلال الفضائح اللي تسبب فيها البرلمان وتسبب فيها الاحزاب في المغرب، الا وهي الفضيحه ديال نور الدين مديان ورفيع المنصوري اللي معاه في الحزب واللي بجوجهم يعني في قياديين وبجوجهم يمثلون حزب الاستقلال في مجلس النواب. وهذه الفضيحه احنا ما غندخلوش في التفاصيل ديالها لان النيابه العامه توصلت بالشكايه من عند رفيع المنصوري، ولكن احنا ما يهمنا هو الفيديو المسرب والمنسوب الى نور الدين مديان واللي لحد الان لم يصدر اي بلاغ ينفي ما جاء فيه. اش كيقول مديان في هذا الفيديو؟ اولا يعني كلام ساقط وكلام بديع يعني لا يليق مستوى رئيس فريق ولا يليق بمستوى قائد سياسي. تيقول بان هذه السيده يعني هي كانت يعني على الحفا، كانت مشرده، كانت فقيره، علما ان الفقر ماشي عيب في المغرب ولا في دوله اخرى، وانه هو الذي احتضنها وانه هو الذي رباها وانه هو الذي اعطاها الريج وهو الذي وصلها الى ما وصلت اليه. اذا معنى هذا ان التجاره في البشر تستغل الوضع البائس ديال بعض الفئات المجتمعيه من اجل ان تضعهم تحت ابطيكا وتستغلهم فيما يسمى بالتجاره بالبشر. اذا هنا خاص النيابه العامه تدخل باش تفتح تحقيق لتنوير الراي العام بخصوص هذه الجريمه ديال في البشر. ثانيا تيقول نور الدين مديان في الفيديو بانه يعني هاد السيده هادي ما خلات معاه من طاحت حتى مع المخازنيه وحتى مع البوليس، وهذا خطير لان هادو مؤسستين مكلفتين بانفاذ القانون. بغينا نعرفوا شكون هما المخازنيه وشكون هما البوليس اللي كتنعس معاهم واللي طايحه معاهم، وعلاش؟ ما هو المقابل؟ واش المقابل هو يعني خدمات يقدمونها لها في الدائره الانتخابيه؟ واش المقابل هو كيعطيوها معلومات؟ ثم ثالثا تيقول لك اودي بانه انا ما بغيتش نمشي نحضر العرس لانه اخلاقيا الناس عارفيني بانك كنت معاها وعارفينها بانها كانت معايا وحتى راجلها عارفني بانني كنت معاها، وما تجينيش من الناحيه الاخلاقيه نريح في العرس وكيشوف فيا ونشوف فيه. هي إيه بما انك كتكلم على الاخلاق السي مديان، اش من اخلاق بقات عندك انت باش تدخل مجلس النواب؟ واش من اخلاق بقات عندك باش تولي عضو قيادي في الحزب؟ واش من اخلاق بقات عندك باش تولي رئيس فريق؟ ثم اش من اخلاق بقات عندك باش تدخل وتحضر في حفل الولاء؟ والنقطه الخامسه او الرابعه هو انه غدا ولا بعد غدا مجلس النواب غادي يسيفطروا اصاء الفرق باش يريحوا مع البرلمانيين ديال الاتحاد الاوروبي اما في ستراسبورغ ولا في بروكسل يناقشوا القضايا الملتهبه التي تؤرق المغرب، الا وهي قضيه الصحراء ومراجعه الاتفاقيات ديال الصيد البحري التبادل الفلاحي. اذا هاد البرلمانيين الاوروبيين بلداء يعني ما عندهم سفارات، ما عندهم قنصليات، ما عندهم مخابرات ديال بلدانهم، ما عندهم برقاقه ديالهم هنا في المغرب اللي تيعطيهم التقارير وتيعطيهم البروفيلات ديال الناس اللي مريحين معاهم. مني غيشوفوا الناس اللي مريحين معاهم من قابيل في مضيان ومن معاه؟ يعني غادي يغسلوا يديهم ويعرفوا بان هاد البلاد راه متقوبه، وحنا ما بغيناش خويا هاد المغرب يكون ممثل باناس اللي كيتقبوه واللي كيشوهوه. والافظع من هاد الشيء هو ان حزب الاستقلال ضرب الطماطم، لحد الان لم يصدر اي بلاغ او موقف لا على اللجنه التنفيذيه ولا على منظمه المرأة الاستقلاليه ولا على الفريق ديال الحزب الاستقلال، علما ان هذه الفضيحه كتجي باوج واحد جوج الاوراش مفتوحين في المغرب. الورش الاول هو تخليق يعني ديك المدونه ديال تخليق الحياه السياسيه والبرلمانيه والحزبيه. ها الميساج، الناس اللي كيقول لك بانه يجب ان تكون المؤسسه البرلمانيه والمؤسسه الحزبيه منزعه الفساد ومتمسكه بمدونه ديال الاخلاق، ها الميساج تعطيه لكم مديان ومن معاه. والورش الثاني وهو مراجعه مدونه الاسره بما يتماشى مع المتطلبات ديال التحديد ومراعاه الحقوق ديال افراد الاسره ككل، يعني الرجل والمرأة. ها الميساج يجيكم من عند مضيان ومن معاه، يعني هالقيم اللي يفترض ان تكون في المدونه الجديده لا هي قيم الفساد وقيم التحرش وقيم الاستجار في البشر وقيم استغلال الجنسي. والله يدينا في الضوء.